علامات الطريق يا جماعة، دي أول علامة للطريق قصادها على طول، في علامة هناك هنروح نشوفها. دي علامة تانية قدامنا أهي، عبارة عن خشب يعني صغير كده. دي العلامة التانية، دي العلامة التانية. طبعا بيتكلموا على المزرعة البيضاء اللي حضرتك شايفها دي، شايفها طبعا قدامك هتتشال. دي المزرعة بحالها هتتشال، أو اللي هيخش في قلب الطريق. طبعا حضرتك البيت اللي أنت شايفه ده، مش عارف شايفه ولا لأ، أيوه البيت دوت ده هيتشال. في ناس كتير جدا متضررة. طبعا زي ما أنت شايف كان في هنا تقسيمات، الطوب بتاعها موجودة أهو، في تقسيمات، في تقسيمات هنا أهيت. كل الناس دي متضررة. فين يا استاذ وائل سمير الوعود اللي حضرتك قلتها وقلت ان المعدات هتقف؟ فين؟ انا شايف ان الشغل شغال والدنيا حلوه وجميله، ومفيش اي مراعاه لحقوق الناس، مفيش اي مراعاه لحقوق الناس. كل ده هيتشال. وبعد الطريق دوت في اقصى القادسيه جوه القادسيه 3 كيلو، بعد 3 كيلو هيتعمل طريق تاني بنفس المواصفات من 60 ل 80 متر، والعمليه شكلها كده داخله في الجد. كل التراب اللي انت شايفينه طالع دوت بيقولوا تربه لا تصلح، فبيشيلوها علشان يحطوا تربه زلطيه. دي اراضي الناس اهي، الزاويه بتاعت الناس والحاجه محطوطه ومش عارفين هيبقى المصير عامل ازاي. ربنا يسترها.